الأحداث زادت الطين بلة. انتخاب رئيس فرنسا قال إن القضية الثقافية ممكن نقول حتكون القضية الجوهرية للمجتمع، ومعنى القضية الثقافية معنى دور المسلمين والعرب في فرنسا. السبعينات والثمانينات الناس ما كانوش بيقولوا مسلمين، كان بيقولوا عرب، عرب أو من المغرب أو جزائريين. اتغير منذ بدأ في بداية الثمانينات، ممكن بدأ مع الثورة الإيرانية اللي حصل في العالم مع الإسلام، إن الناس تتكلم أكتر وأكتر على المسلمين. أول ما فيش حاجة اسمها المسلمين في فرنسا، يعني في ناس جايوا من مغرب، جزائر، جايوا من مكان مختلفة، وما فيش ممكن نقول وحدة لهم. يعني الأكثرية دلوقتي هم فرنسيين، يعني ولدوا في فرنسا، ما بيحكوا، ما لهمش علاقة ولا مع المغرب ولا مع تونس، وبيتكلموا فرنسي مش عارفين يتكلموا عربي او تونسي او مغربي. فالشيء ان هذا الجيل، يعني هذا الطائفة المسلمة، المجتمع، جزء من المجتمع الفرنسي بيفكر ان هم اعداء، حتى اذا عندهم الجنسية الفرنسية هم مش فرنسيين حقيقيين. وبالأسف يعني فرنسا في عهد أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، يعني عندنا بطالة كبيرة، يعني في 10 ملايين فقراء، وأسهل للإعلام وللقوة السياسية الأساسية بما فيها اليسار الاشتراكي أن يهاجموا المسلمين، أن يقول هم المسؤولين على اللي بيحصل عندنا. فده مشكلة كبيرة وخطيرة قوي، لأن ده بيخلق جو إيجابي ممكن نقول للقوة المتطرفة، وخصوصا الجبهة الوطنية لفرون ناسيونال من مارين لوبين، اللي هي يعني منذ طويل بتهاجم العرب والمسلمين. الموقف اللي صار معي في القطر، خديت الترين باش نروح نجيب ولدي، يعني واحد قاور يطلع إيما بوسي باسكو راني عربية، دفعني وما قالش حتى اسمحي لي. مني قلت له خاصك أمو غير تقول اسمح لي دار فيا، قال لي سيري لبلادك، ما عندك ما تقول سيديري هنايا، عربية دخلي لبلادك، حنا ما بقيناش باغينكم العرب. نو غير الشعب بالنسبة لي أنا، الشعب، الحكومة ما عملني ما بقيت معاها مشكل. مي الناس يعني لي فرونسي لي بغي فرونسي كيف كيشوفوا عربي كيخافوا، مالي غير العربي ما غادي يعملوا والو. العربي بحالو بحال القاوري بحال إيطاليا بحال الجويف، وني توس باغي، يعني غتقبل العربي تقبل الجويف تقبل كاع لي ريجيون. بوركوا العرب اللي حاطين عليهم؟ العرب ما عاملين والو. الحقيقة هناك تداعيات أساسية يمكن الانطلاق من، أولا تزايد الأحداث أو الاعتداءات على المساجد وأماكن الصلاة في فرنسا. لوحظ أن عدد فعلا المساجد أو الأماكن المخصصة للصلاة والتي استهدفت لاعتداءات قد ازدادت بكثرة منذ الاعتداءات التي طالت باريس. لوحظ أن الحكومة الفرنسية والسلطات المهمة الفرنسية أصبحت تهتم بهذه القضية، لأنها تعرف أنها يمكن أن تؤدي إلى شحن طائفي، وبالتالي فإنها كلما حدث مثل هذا الاعتداء تحدثت السلطات الفرنسية وأدانت ذلك، وذكرت بأن مسلمي فرنسا هم يعيشون، إذا كانوا فرنسيين فهم يحمون باعتبارهم فرنسيين، وإذا كانوا غير فرنسيين فهم يحمون لأنهم يقيمون في التراب الفرنسي. هذه الاعتداءات حملت بعض السياسيين إلى التفكير في منع الحجاب في الجامعة، وقد قوبل باستياء. لوحظ أيضا هذا الجدل الكبير حول نزع الجنسية الفرنسية عن الذين يرتكبون اعتداءات إرهابية وتصدر بشأنهم أحكام قضائية. يعني هذا الجدل استمر لمدة أسابيع، ولكن الحكومة فشلت في هذا المسعى، لأنها لاحظت أن الإرهابي الذي يريد أن يقوم بعملية إرهابية لا يعترف
بالمواطنة بمفهومها الغربي ولا يعترف بهذا البلد أو ذاك. في الشارع باكزامبل بيكون ناس عم بتشوفك بطريقة غير سليمة ولا بتشوفك على أساس أنك أنت اللي منفذ هذا الأحداث. صار لي مش مرة كتير مرات في الباص كانت واحدة بجنبي مش عايزة أنني أتكلم أحكي عربي، فهنا دخلنا في مشاجرات. لهذا بقول بأن الواحد يا إما يكون عنده دم بارد ما يتكلم معهم ويخلي الأمور بتمر، أو لا أنك بتدخل معهم في صراع وفي كذا مشاكل دونك اللي هي إحنا في غنى عنها. هو كان قبل كده بس هالأحداث زادت الطين بلة. كان في الأول كان بيشوفوك على أساس أنك عربي، على أساس أنك بس هالأحداث يعني نحن بنحمل مشاكل في فرنسا، يعني ما بدهم أننا نبقى معهم هنا في فرنسا، ندخل على بيوتنا ونشتغل في بلادنا. زي ما قلت نصهم فرنسيين يعني صعب أن ياخدوا قرار ضد، بس ممكن ياخدوا يعني أولا في جو عام في الإعلام كل يوم في حاجة لها علاقة مع الإسلام، زي إذا دي كانت زي ما قلت القضية الأساسية. ثانيا لما أنت اسمك فاطمة أو محمد وبتروحي تلاقي شغل عايزة شغل هيكون 4-5 مرات أصعب من إذا أنت اسمك ألان أو جنفييف. ده يعني وفي في الحياة اليومية صعبة، وفي بعض الأحياء خصوصا الأحياء الفقراء دور البوليس ضد العرب والمسلمين كبير قوي. في 2005 أظن كان في قانون ضد الحجاب في المدرسة، ده فتح أبواب للهجوم ضد المرأة في الشارع، يعني حتى إذا هي عندها حق في الشارع في القانون إن تلبس الحجاب في ناس بيشتموها، في ناس يعني ده بيخلق كمان جو سيء. وهذا الجو السيء يعني طبعا له علاقة مع الإخاب اللي حصل يعني في فرنسا مع في 16 نوفمبر وحصل في 14 يوليو في نيس. بس هذه السياسة الفرنسية بتلعب في يد الدولة الإسلامية، يعني هدف الدولة الإسلامية بتقول للمسلمين أنتم مش جزء من المجتمعات الأوروبية، يعني المجتمع الفرنسي أو الأوروبي بيرفضكم. وبالأسف السياسة الحكومات الفرنسية والمعارضة يعني ما فيش فرق كبير على ده، هي بتروح في هذا الطريق يعني، وده خطر كبير يعني ممكن يعمل انشقاق في المجتمع الفرنسي كبير. في أحياء محددة بس يعني دي الحقيقة بشكل عام أحياء فقيرة، 90% من الناس مسلمين أو له اسم المسلم ممكن نقول، ودي طبعا يعني في أولا اضطهاد ضدهم من البوليس، وفي الشيء إن يعني المدرسة ما بتشتغلش، الناس اللي حتى راحوا للبكالوريا حتى بيخرجوا من هذه المدارس مش ممكن يلاقوا شغل. لما حصل أحداث 14 يوليو في نيس كان أظن مش عارف كم قتل 80 أو 86، 20 منهم مسلم. كان في بعض الناس هجموا هذه الإمرأة اللي جاتت، يعني بعضهم ضيعت ابن أو أخ، وبتشوف المجتمع الفرنسي بتشتمهم بتقول انتم مسؤولين عن اللي حصل. مرات مش فاكر بالضبط في هجوم على المرأة مع الحجاب، يعني حصل كتير في كتير أماكن وحاجات كده.